اهلا بحضراتكم من جديد. وترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض بحساب يلا كوره، ويمكن في متابعه للاحداث حاليا خلال الفتره القادمه بالنسبه لمشوار الاهلي في الدوري. ويمكن يلا كوره وحسابهم على تويتر قالوا لم يذهب لمنزله. الخطيب يصل القاهره ويتوجه للاهلي لمناقشه ملف الصفقات. بدون الدخول في التفاصيل، مليون في الميه في اجتماعات هتكون مكثفه خلال الفتره اللي جايه. انت عندك مليون ملف، يعني ملفات كتيره جدا. اولا عندك انتقالات يناير خلاص على الابواب، عندك قيد افريقي هيبدا من 1 يناير ل 31 يناير، فبالتالي محتاج تدعم القائمه اللي ارسلتها في المره الاولى 34 لاعب، فعندك 6 اماكن لغايه تسجيل القائمه ال 40. بعد كده بقى الجديد قائمه كاس العالم للانديه، عندك بطوله دوليه ان شاء الله هتنطلق من 1 ل 11 فبراير في طنجه والرباط، فبالتالي محتاج تحضر للقائمه كاس العالم. عندك مواعيد محدده الاتحاد الدولي كان اعلنها خلال الساعات الاخيره الماضيه بخصوص مواعيد تسجيل القوائم، سواء القائمه المبدئيه القائمه النهائيه، فكل دي ملفات اكيد هيكون فيها اجتماعات خلال الساعات اللي جايه. الكابتن الخطيب اكيد في القاهره وهيبدا يناقش كل هذه التفاصيل خلال الفتره اللي جايه دون الخوض في اي تفاصيل بالتاكيد، طالما النادي الاهلي لم يعلن عن اي اجتماعات حتى هذه اللحظه. ولكن بالطبع هيكون في اجتماعات مع الفتره اللي جايه، لكل واحد بيتابع الاهلي عارف ممكن في التويتات اللي زي دي ايه الاجتماعات اللي بيكون الغرض منها انك تقفل بعض الملفات وتشتغل عليها في الفتره اللي جايه. طيب المصري الرياضي ركز اكتر على موضوع جلسه الكابتن محمود الخطيب، وقالوا ان جلسه بين الخطيب وكولر لبحث اسباب تراجع الاهلي وطلبات السويسري في يناير، داخله في نفس الاطار اللي قلت فيه ان اكيد في اجتماع هيتم بخصوص انتقالات يناير، وكمان في اجتماع بخصوص القائمه الافريقيه، وكمان قائمه كاس العالم للانديه. انت هتسجل مثلا نفترض القائمه الاولى الحد الادنى فيها 24 لاعب لغايه 35 لاعب، فانت حاليا مثلا عندك في القائمه حوالي 34 لاعب، فهتسجل ال 35 كلهم. هتيجي تنتظر لميعاد القائمه النهائيه قبل 30 يناير، قبل 48 ساعه من المباراه الاولى في البطوله يوم 1 فبراير، فهتختصر القائمه. طب اختصار القائمه هل وجهه نظر اداريه فقط؟ لا، اكيد هتعمل اجتماع مع مارسيل كولر عشان تشوف الخطوات اللي هيتم اتخاذها بخصوص القوائم. 4 حراس مرمى في القائمه الاولى بتختصر لـ3 حراس مرمى، في صفقات ممكن تضمها في يناير. كل التفاصيل دي اكيد هتبقى محط اهتمام لجنه التخطيط الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني بقياده السويسري مارسيل كولر. طيب نروح لحساب يلا كوره. مصدر يلا كوره اكرم توفيق يجري جراحه الصليبي قبل نهايه الاسبوع الجاري. ده كان معانا في بدايه الحلقه وفي العناوين الرئيسيه، وقلنا ان اكرم توفيق ان شاء الله في اتجاه كبير جدا لانهاء كل الاجراءات خلال الفتره اللي جايه لسرعه اجراءات العمليه خلال الفتره اللي جايه. لكن طبعا انت رايح في نهايه اسبوع داخل بدايه اسبوع تاني، اجازه الكريسماس والاجازات اللي موجوده في اوروبا، لكن في اتصالات مكثفه بيجريها الدكتور احمد ابو عبله مع الطبيب النمساوي، وفي اقرب فرصه اعتقد باذن الله الاسبوع اللي جاي هيكون في تفاصيل اكتر عن اجراء الجراحه بالنسبة لأكرم توفيق. ألف مليون سلام عليك يا أكرم، إن شاء الله ترجع بالسلامة، ودايما المؤمن مصاب، وكلنا دايما في ظهرك ومعاك، وبإذن الله فترة وتعد بسرعة زي الفترة الأولى. ومش هتكلم على موضوع الصليب كتير، عندنا أمثلة كتيرة، لكن مثلا عندك جيلبرتو تعرض لإصابة بوتر أكيليس ورجع ولعب، سيد معوض ده كان عنده إصابة صليبي في اليمين وفي الشمال ورجع ولعب، لعيبة كتيرة جدا تعرضت للرباط الصليبي في سن أكبر من سن أكرم ورجعت وظهرت بشكل كويس جدا. فترة بسيطة يا أكرم إن شاء الله وهترجع أحسن من الأول. طيب كرة بلس والحديث الدائم عن بيرسي تاو، الكشف عن حقيقة مفاوضات أهلي جدة للتعاقد مع بيرسي تاو. طيب في كلام يمكن ظهر النهاردة من بعض الصحف بيقولوا إن في مصدر مسؤول في الأهلي أكد إن مفيش أي عروض جت للأهلي بخصوص بيرسي تاو، وإن بيرسي تاو حاليا بياخد برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة قبل 30 يناير عشان يتم قيده في قائمة كأس العالم للأندية خلال الفترة اللي جاية، وبالتالي أي كلام عن عروض وانتقالات في الفترة الحالية بخصوص بيرسي تاو رسميا مفيش حاجة، يعني رسميا مفيش حاجة جت للنادي الأهلي بخصوص بيرسي تاو. ورسميا دي يا جماعة مش اتصال هاتفي بيتم مثلا مع مدير التعاقدات في النادي الأهلي أو مثلا مع مدير الكورة، لا رسميا يعني إيه؟ يعني يجي لك إيميل رسمي، خطاب رسمي بيطلب فيه التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بيتحدد فيه رقم ويبدأ التفاوض. طالما كل الإجراءات دي ما تمتش يبقى كل دي محادثات شفهية أو أخبار موجودة عبر السوشيال ميديا. المعلومة اللي عندي المؤكدة إن بيرسي تاو حريص جدا على إنهاء البرنامج التأهيلي بتاعه عشان الإصابة اللي جات له في إحدى مباريات الدوري عشان يلحق يلعب في كأس العالم للأندية خلال الفترة اللي جاية. نتمنى يا رب موضوع الإصابات ده ما يتكررش تحديدا بخصوص بيرسي تاو، كل ما يرجع
للاسف بيتعرض لاصابه. الوطن سبورت: الاهلي يعرض بيرسي تاول الاعاره لضم مهاجم اجنبي جديد. طيب، هو نفس فكره الخبر الاول ولكن الصياغه بتختلف، بمعنى بيرسي تاو مصاب، الاصابه بتتكرر، فالاهلي اكيد بيفكر انه يتخلص منه. ده اللي بينزل من خلال المواقع واللي بنستعرضه مع حضراتكم. الخبر اللي فات اتقال ان بيرسي تاو ده من خلال كوره بلس خطاب جه او في مفاوضات لضم اللاعب، والاهلي طلع نفى وقال لك مفيش اي مفاوضات والاهلي حريص على انهاء البرنامج التاهيلي. الخبر على الوطن سبورت ان الاهلي هو اللي بيعرض بيرسي تاو للاعاره لضم مهاجم اجنبي جديد. طب ما انت عندك مكانين ثلاثه كمان في قائمه الاجانب فممكن تضم، فهل انت مكمل القائمه فانت عايز تطلع لاعب وتجيب لاعب مكانه؟ لا، انت عندك مكان بدر بنون وعندك مكان تحت السن في مرحله 2001 او 2003، فبالتالي انت عندك مساحه خلال الفتره اللي جايه، وانا واثق ان شاء الله ان خلال الايام الجايه ممكن يكون في جديد في الملفات دي، لكن مش هنقدر نخش في تفاصيل الا لما يكون في اعلان رسمي من النادي الاهلي. طيب، ايه تاني معانا في ترند الاهلي والوطن سبورت ومتعلق بقى الخبر بقصه ايه اللي جاي بالنسبه للاهلي؟ خبر على عوده الوطن سبورت: امير توفيق يطير الى تونس لانهاء صفقه جديده في الاهلي. كثر الكلام على صفقه احد لاعبي نادي النجم الساحلي من خلال المواقع والصحف التونسيه، ولكن ابتداء من 1 يناير اي صفقه هيتم ضمها بشكل رسمي النادي هيعلنها. الناس فاهمه طبعا والتاكيد وعارفه، احنا بالتاكيد لسان حال النادي الاهلي سواء القناه سواء الموقع الرسمي او المجله، كل دي مصادر رسميه للنادي الاهلي، ما بنقدرش نتكلم في تفاصيل الا لما بيكون في بيان رسمي او معلومه رسميه. اول ما بيكون شيء رسمي موجود بالتاكيد هنعلن لحضراتكم. وفي صفقات كتير جدا كان الكلام فيها كتير على السوشيال ميديا لكن في اللحظات الاخيره ما بتتمش، وبالتالي ما نقدرش نعلن اي شيء او نتكلم في اي تفاصيل سواء سفر اي مسؤول او ابرام تعاقدات الا لما بيكون في قرار رسمي او اعلان رسمي من النادي الاهلي في هذا الملف. طيب، اخر حاجه معايا في ترند الاهلي وهي متعلقه بكاس العالم للانديه وتصريح لمدرب اوكلاند سيتي عبر قناه الحياه تناقلته صفحه في الجول. مدرب اوكلاند قال: اعرف ان الاهلي الافضل في مصر وافريقيا والانجح على مستوى البطولات. ستكون مباراه قويه في كاس العالم، لدينا فريق جيد جدا وكل شيء سيكون ممكن وسنكون مستعدين بشكل جيد. دي تصريحات ألبرت تيريرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي، اللي بيعتمد على فكرة على رأس حربة من أمريكا اللاتينية كان بيلعب في سان داونز في السنوات السابقة. ويمكن الأهلي أوكلاند سيتي الأندية اللي تم اختارها إن القيد هينتهي 30 يناير، إن أول ماتش ليهم هيبقى 1 فبراير في مستهل وافتتاح مباريات كأس العالم للأندية اللي هتستضيفها المغرب في فبراير المقبل.